مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كيشارك هذه السنة كعادته في الدورة 31 للملتقى الدولي للطالب. الهدف ديالنا من خلال هذه المشاركة هو التعريف بالعرض التكويني المتنوع اللي كيقدمه لو اف بي بي تي في أكثر من 25 قطاع. والجديد هذه السنة هو أننا غنعرفوا كذلك الشباب على التكوينات اللي كتوفرها مدن المهن والكفاءات بمختلف الجهات في أكثر من 170 شعبة واللي كتلائم مع حاجيات المهنيين في سوق الشغل. نادي عابدي مديرة مركز التوجيه الوظيفي حي الحسني كنتواجدوا اليوم في الفوروم انترناسيونال دو ليتيديون pour mission d'accueillir des jeunes, des élèves et des étudiants et de les orienter. L'orientation, on fait ça de deux différentes manières. On a les conseillers d'orientation qui sont présents avec nous et on a aussi la plateforme MyWay qu'on présente aux jeunes. C'est une nouvelle plateforme MyWay qui leur permet de faire le choix avant carrément de venir se présenter au centre de la formation. On a aussi des représentants des cités, des métiers et des compétences qui pourraient parler de cette nouvelle génération d'établissements et aussi parler des nouvelles filières sur lesquelles il s'appuie l'OFPPT depuis la nouvelle feuille de route. أهلا السلاوي مستشارة الآفاق المهنية بمدينة المهن والكفاءات بالجهة الشرقية الناظور. يحصل لنا الشرف اليوم أننا نغوبريزونتيو لا نوفيل جينيراسيون دو لا فورماسيون بروفيسيونيل اللي كتجسد في مدن المهن والكفاءات. اليوم كيحضروا معنا مستشاري ديال التوجيه ومستشارين الآفاق المهنية إضافة إلى سفراء المؤسسات بجهة الدار البيضاء ستات. الهدف من هذا الملتقى هذا ديال التوجيه ديال الطالب أننا نقدموا العرض التكويني ديالنا انطلاقا من استعمال تقنيات جديدة في التواصل والاتصال بما فيها دي بروشور دو كومونيكاسيون إينوفونت بما فيها دي زيكران انتراكتيف إضافة إلى لا فيزيت فيرتويل. اليوم كنقدموا العرض الوطني لمدن المهن والكفاءات واللي كيتجسد في 13 القطب اللي كينضم بزاف كل قطب كينضم تحت منه بزاف ديال التخصصات واللي كيشهد الموسم الدراسي. الحدث اللي كيشهدوا هذا الموسم الدراسي هو الاضافه ديال القطب ديال الصحه، قطب ديال الرعايه الاجتماعيه، الصيد البحري، الصناعه التقليديه الى غيرها من الاقطاب الجديده بالتكوين المهني واللي الهدف ديالها اننا نحدثوا واحد التغيير وواحد الادماج سوسيو اقتصادي لكل جهه على حده. كنتواجد هنا اوطون كو امباسادري ستاجير امباسادريس باش نستقبل التلاميذ اللي كيجيو للستوند عندنا ونشارك معاهم التجربه ديالي الخاصه اللي في التكوين المهني وكنزيدو نانفورميوهم بلي سوبور اللي عندنا مثلا كهادو اولا كنصيفطوهم للمستشارين التوجيه.